مزرعة فازيندا إنجينيو داغوا ليست مزرعة تقليدية، هي مملكة لنبتة الكاكاو التي تنمو في المناطق الاستوائية في أمريكا الجنوبية منذ 4000 سنة. هذه الشجرة التي تعطي البشرية أحد ألذ المأكولات وأكثرها شعبية وتأثيرا إيجابيا على النفسية، أي الشوكولا. قبل أن تصل تلك الألواح إلى أيديكم، القصة تبدأ هنا في هذه الشجرة التي تتميز بأوراقها العريضة وتنمو حتى تصل إلى ارتفاع 7.5 متر. يعني باختصار في آخر النهار سوف آكل الشوكولا. بعد جهد جهيد وافقت دانييلا على استضافتي في مصنع الشوكولا الخاص بها لأشاهد طرق تصنيع منتج الكاكاو الذي ظل حكرا في أوروبا على الإسبان لمدة 100 عام. هيا بنا. زراعة الكاكاو هي ذات صلة مباشرة في النظام البيئي هنا في حوض الأمازون، أليس كذلك؟ تنمو أشجار الكاكاو في ظل أشجار غابات حوض الأمازون الشاهقة، لذا يجب الحفاظ على تلك الغابات الاستوائية ونظامها البيئي الصحيح غير الملوث. لاحتوائها على المغنيسيوم يقال أن عند تناول الشوكولا يصبح الشخص سعيدا، هل هذا صحيح؟ نعم، الشوكولا تجعل الأشخاص سعداء. وأنا سعيد بوجودي هنا، شكرا، إلى اللقاء. لقرون بقي تقديم شراب الشوكولا للطبقات الراقية والنبيلة من الأمور الأساسية في إسبانيا، ثم انتشر شربه في الكنائس وتسرب إلى عامة الشعب، إلى أن أصبحت الشوكولا واحدة من ملذات الحياة البسيطة والتي لا تضاهى. ليث بزاري، العربية، سلفادور دي باهيا، البرازيل.